السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخكم فوزي كما وعدتكم في فيديوهات جديدة، وإن شاء الله سنذهب وننظر إلى الأقفاص التي وضعناها في الصباح، سننظر ماذا مسكنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسكنا ذكر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هذا ذكر بالغ. ذكر بالغ. والجهة الأخرى بسم الله ما شاء الله أنثى ما شاء الله تبارك الله، هذه أنثى كما نلاحظ. تابعوا معنا الفيديو لإخراج هذه الطيور. هذا الطائر الأول وهو ذكر ما شاء الله تبارك الله، ونذهب إلى الأنثى، وهذه الأنثى. اليوم كما ترون بسم الله ما شاء الله استدنا ذكر وأنثى من طائر النعار، وأرجو من كل الأحبة جزاكم الله كل خير، فتابعونا وتابعوا الفيديوهات التي ننزلها، ولكم مني المزيد من الفيديوهات. هناك طائر الحسون أيضا ننتظره ليرتاح ثم نذهب إلى صيده، فنزلت طيور لأكودة من طائر الحسون، ولكن لا نستطيع صيدها لأني إذا أمسكته بطائر سيموت لأنه متعب من السفر، وبإذن الله انتظرونا لصيد طائر الحسون والنعار وغيره من الطيور المهاجرة المغردة المحببة إلى قلوبنا، فانتظرونا إلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى. ادعموا الصفحة ولا تنسوا وضع بصمتكم والزر زر الجرس ليصلكم كل جديد. بركتم وفيكم بارك الله يا أعز الإخوة والأصدقاء من كامل أنحاء العالم العربي والغربي.